مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. تفضل، عندك سؤال لها؟ عندك مو قلت عندي دقيقة بعد خروج الشاهدة المشتكية، ها؟ يقول إذا تسمح للمحكمة ايه؟ بعد خروج المشتكية عندي تعليق. لا، إذا عندك أسئلة لها قبل ما تطلع. الآن لا، ما عندي وياها. لا هذا يعني تطلع إذا سمح. لا شنو تعقيب؟ يعني تعقيب فقط. روح تفضل. شكرا جزيلا. شكرا لسيادتكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العلم حضرة القاضي اللي خلفك احنا ورثناه، مو صدام حسين سوى، يعني فقط صدام حسين أمر أن يضاف الله أكبر بين النجوم. اي هاي الكلمة هسه ما حد يقدر يشيلها بحقيقة. زين، انا اتحدث امامكم كشاهد على التاريخ، ليس دفاع عن صدام حسين، لانه هذا الامر اخر. فهذا العلم ورثناه، وهذا العلم لم يرفع فيما سمي بقضية الانفال. وين ما رفع؟ نعم، وين ما رفع العلم؟ نانا؟ لا، أنا أتحدث عن تعليق السيد مسعود البرزاني. لا هذا كشهادة. اسمح لي، وكل
خلال الشهادات أو الإفادات للمشتكين. هذا المشتكي السؤال؟ نعم، ومن هم هذا المشتكي؟ لا إلا بس هسه هذا يبدأون بالقول الأساس مناقشة الشاهد، لم يقال أنه يسأل نعم. الشاهد في القانون، وأنت نعم. رجل قانون، الأساس اللي يبدأ به كل شاهد أنه لأننا أكراد نقتل، لأننا أكراد تهدم بيوتنا، لأننا أكراد نفعل كذا. والأساس في هذا هو خلق انقسام في الشعب العراقي، ودوري مو في الجانب الفني الصغير، نعم. دوري أصحح الشيء بوثائق، نعم. اللي ممكن أن يفيد الشعب العراقي ويفيد الخلفية التاريخية. يا من تلعب دور الادعاء العام الخلفية التاريخية مثل الحق العام انت من خلالك وياك من خلالك من خلالك. والله استاذ ما عندي قال يا صواب. اسمح لي استاذ بس كلمة واحدة. لا لا. الوثائق وسوف تبين الوثائق سادة ما تراه محكمتكم من حقائق. انه يريد يقول يقسم الشعب العراقي بالتسعة وسبعين لا. هجر الاكراد الى الجنوب قبل ساد. الحرب العراقية الايرانية والوثائق موجودة وسوف تعرض أمامك. من الذي يريد تقسيم الشعب العراقي؟ والله سعد والله ليخسأن الأشرار وينتصر الحق. والله أنت بس على كيفك لا تصير عصبي، يعني أريدك بهدوء أعصاب. يا حضرة القاضي يا حضرة القاضي، ألا تعرف مدى التجاوز الذي يحصل؟ من خالف الرجل يكون صدره رحب و... نعم رحب ورحب وسيبقى رحب. أكو أرحب من صدر صدام حسين بالكون إن شاء الله. هسا عندك تريد ناقشة غير الشاهد؟ نعم نعم من فضلك انطيني مجال. البداية كلها تبدأ لخلق فتنة بين العرب والأكراد، ومن ضمن هذا العلم اللي جنابك سديت الكلام عنه. هالكلام كان خارج صدد الدعوة. هذا الكلام أنا أوصله للشعب العراقي بطريقتي، ينسد هنا أوصله بغير طريقة. مو هذا الموضوع، أنا لا أقصد دعاية، أقصد أن الشعب العراقي لا يتحمل وزر القول أنه يضطهد الأكراد. مو هذه تلحق أبنائكم كعار؟ شعب يضطهد بعضه لقوميته. فأنطيك أمثلة نعم. للتاريخ غير الأمثلة والشيء الموثق ما تحدثاني بهاي الجلسة. في أم المعارك اللي يسميها بعض الأشرار أم المهالك، لواءين شكلت جديدة في الحرس الجمهوري كلهم أكراد، تمام يا وزير الدفاع؟ كلهم أكراد، لواءين يحمون الحرس الجمهوري في الوقت اللي الحرس الجمهوري يروح يقاتل بالجنوب، يقاتل قوات التحالف في الكويت في أماكن أخرى. هل هذه هل مثل هذه الأخلاق ومثل هذه النظرة عنصرية؟ هذه واحدة. الأخرى أيضا وثيقة في الكوت بعد وقف إطلاق النار ويا قوات التحالف، زرت الأنبار أولا حسب تسلسل موقف المحافظات بظرف المعروف، ثم ديالة، ثم وراها الكوت. بالكون العفو مو في هذا الوقت، بعد الانتصار على العدوانية الإيرانية زرت الكون، وفي الكون وفي التلفزيون والراديو أطلب هذا الشريط لأنه مسجل ما حد يقدر يخفيه، قلت أمنع الأجهزة كلها
أن تعتقل كردي واحد أو تحقق معه، واللي عنده شكوى على أي كردي يشتكي يا مصدام حسين. اتركوا لي الفرصة أن أتعامل مع شعبنا الكردي من غير تشويش الأجهزة التي ممكن أن تخطأ وممكن أن تصيب. هذه وثيقة رقم 2. لم أفعلها مع تكريت اللي هي مسقط رأسي، نعم. لم أفعلها مع البصرة، لم أفعلها مع نينوى، لم أفعلها مع كربلاء اللي بيها جدي، لكن فعلتها مع الأكراد بأمر بالتلفزيون والراديو، مو 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 بخط، وأمر لاحق. هو إذا سمحت لي. لا من فضلك. لا ما أنا. يعني لا يضيق صدرك مني. أنا أبد ما يضيق صدرك. أنا. لا أنت ولا غيرك. أنا هذه وثائق للكم مولية. للكم للتاريخ. الجانب الآخر العرب بعضهم في هاي القاعة لما سمع الكلام اللي تحدث عنه علي حسن المجيد كيف يخدم الكردي كم شهر 3 أشهر وتحسب له خدمة إذا خدم في أفواج الطوارئ، أحد الشباب الشرطة هنا قال له أنا 12 سنة خدمت بالجيش العراقي. عربي يعني بمعنى يعاتب علي، يقول له أنا عربي 12 سنة لكن الكردي 3 أشهر. قراراتنا وتوقف القتال بين العرب، بين الدولة مو بالعرب، بين الدولة العراقية، لأنه القتال بدأ بال61 من زمن عبد الكريم قاسم الله يرحمه واستمر إلى وقف القتال الله سبحانه وتعالى، بس الوسيلة كان صدام حسين. راحوا جو على الملا مصطفى وما أقنعوه، روحت له وأقنعته بالحق إنه شنو تريد. وقبل هذا مع دار توفيق كان أحد قياديهم جاني قلت له كاكا دارة قل لي بالضبط شنو تريدون ويتوقف القتال العراقيين ما يظلون يموتون. قال لي والله نقول له ينشال عنا الحصار ويطلق سراح المعتقلين. قلت له هذه نتيجة مو سبب، هذه بعد حملكم للسلاح حصلا. روح سلم لي على الملا مصطفى قل له بالضبط الله يقول شنو يريدوا يتوقف القتال. هاي كتأريح ومعروفة عند العرب وعند الكرد. وبعدها قال والله نقول يعني إذا نوع من الحكم الذاتي يعني يوقف بال100% القتال. بالقيادة طرحتها اجتماع مشترك لمجلس قيادة ثورة والقيادة ثاني الشخص الثاني في الدولة، وقلت لهم أنا الآن أرشح نفسي أنه أنا أروح للملا مصطفى، يوم كانوا رايحين من مجلس قيادة ثورة قبل ناس وما وصلوا إلى نتيجة. فروحت مخول واتفقت ويا على بيان 11 آذار في عام 70 الدولة والعرب لو كانوا عنصريين ما يوقفون. هذه للتاريخ. شكرا حضراتكم. هو إنسان بسيط يعني عبر عما يجول بنفسه، هو قناعته هاي أو كانيتها. العفو بس المحكمة
يعني مو يقول عبادة أو يقول جريمة ضد الإنسانية أو يقول جريمة حرب أو يقول كذا، المحكمة مو بكيفة. يهمني لا يبان شعب العراق بالعنصرية وتقسمه، هاي تهيئة للانقسام. إن شاء الله ما يكون انقسام. نعم تهيئة للانقسام. ما ينقسم العراق. ما ينقسم. لا ما ينقسم. ما ينقسم العراق لأنه عمره مو 20 سنة أو 200 سنة أو 300. عمره 9000 سنة، 7500 قبل الميلاد فقط من بدأوا يعثرون على الآثار التي تشير إلى وجودها. نعم. أحد عنده سؤال على المشتكي؟ عندكم شيء؟ ثبت يمك لغرض تدوين بقية أقوال المشتكين. سعد عنده إضافة. قررت المحكمة تأجيل الدعوة إلى يوم 12/9. أو كاتك إيمان بردان وكسي عن جهة خلص كاكا معنا فنيان هذا بديع قلت لي عندي شغلة على انفراد إذا لا مو على انفراد احنا ما عدنا غمة لا ولا